السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وسدد على الهدى خطايا وخطاكم. مشاهدينا الكرام، مرحبا وسهلا بكم في الحلقة الأخيرة من برنامجكم مدفع الإفطار، والذي يأتيكم على شاشتكم قناة الفجيرة مطلع الشمس. نحييكم أجمل تحية ونقول لكم كل عام وانتم بخير بمناسبة قرب عيد الفطر السعيد. إن شاء الله، الله قدرنا أن نقوم رمضان إيمانا واحتسابا إن شاء الله، وغفر لكم ما تقدم من ذنبكم بإذن الله. مشاهدين الكرام، وإن شاء الله كان رمضان سهل عليكم والحمد لله مر بسهولة. ويعني أنا الحين بسألكم أنتم يا سيد، قولوا إن شاء الله إن شاء الله، شو رمضان معاكم؟ كان زين؟ حبيتوا مدفع الإفطار؟ وأنا حبيتوني؟ في حد قال لا؟ لا. ايوه، ما شاء الله عليكم، الله يحفظكم ان شاء الله، والله يبارك فيكم كلكم. مشاهدينا الكرام، طبعا لا نقول وداعا بل الى لقاء قريب اكيد في السنه القادمه باذن الله من هذه الساحه الكبيره. قولوا ان شاء الله. ان شاء الله. يا سلام عليكم. وبعد فوق كل هذا، ان شاء الله نلتقي معاكم السنه الجايه بمفاجآت اجمل، بجوائز اكثر، وبحله جديده ان شاء الله. وطبعا قاعدين نستعد كتلفزيون الفجيره لعيد الفطر السعيد، وان شاء الله تشوفون مفاجآت جميله وجوائز وهدايا وتغطيات رائعه في هذه الفتره. عاد الله علينا وعليكم هذه الايام باليمن والبركات، وان شاء الله الله يرزقكم دائما سعادتين دنيا واخره. قولوا آمين. آمين. يا سلام عليكم. الآن مشاهدينا الكرام، نحن راح نتكلم مش عن دولة، راح نتكلم عن عادات وتقاليد الإمارات في أيام عيد الفطر وأيام عيد الأضحى المبارك، سواء يعني كان عيد الفطر أم عيد الأضحى راح نتكلم معكم. إذا شوفوا الكاميرا، عشان اليوم آخر يوم رمضان، قولوا رمضان. ويا جماعة الخير اللي يتابعنا من كل مكان، اللي زعلان من ربيعة واللي زعلان من أخوه، هذا آخر يوم، روح السامح في الأجر كبير إن شاء الله، ورمضان كريم وعيد أسعد عليكم جميعا. يشهد أول أيام عيد الفطر في الإمارات العديد من الطقوس مشاهدين الكرام، طبعا طقوس جميلة جدا وأجواء جميلة نعيشها في دولة الإمارات في عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك. أداء أفراد العائلة لصلاة العيد، وطبعا تكون في المساجد أو مصليات العيد المنتشرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، القيام بالزيارات العائلية والاجتماع في مجلس الكبير للعائلة لوجبة الغداء. وطبعا هذا الشيء رئيسي عندنا دولة الإمارات، أن نحن بعد ما نخلص صلاة العيد، من بعد صلاة الفجر نروح نصلي العيد ونرجع نزور الأهل والأقارب والأصحاب وصلة الأرحام بشكل أصح ومعنى أصح، ونقوم بتوزيع العيدية. وبنيكم بهذه السالفة. وفي المجلس يجب وجود الفوالة، فوالة العيد والأكلات الشعبية الإماراتية، وهذا الشيء الجميل اللي نحن نحبه والكل يحبه. بسألكم حبايب قلبي، اليوم عدد كبير، تحبون الأكل؟ هذا الشيء الوحيد اللي أنا بعد أحبه وياكم وأتفق معاكم فيه، هو الأكل الشعبي البسيط الإماراتي الجميل اللي يكون في فوالة العيد وفي في هذه المناسبة الجميلة، وهي مائدة تحتوي على القهوة العربية والتمر والعديد من أنواع الحلويات المحلية، منها اللقيمات والخبيص والكثير. زين، نحن حيتنا توجيهات من قبل الناس. حبايب قلبي، كلكم ويهكم للكاميرا، كلكم للكاميرا. زين، وانا شوي شوي روح يسار حبيبي، شوي يسار شوي بس، عشان رمضان تبى تسعدني، تبى تفرحني، ما بعيديه، بس اباك تعطيني مجال اتقدم قدام. ممكن امر، انا اخاف ان اقولهم ممكن امر ويضربوني. زين، وهذه المائدة التي تحتوي على القهوة العربية والتمر والعديد من أنواع الحلويات. الحين عاد اللي بيسمع هالأسامي الحلويات هذه عاد بيموت جوع، نحن عاد الحين صايمين وننتظر المدفع والأذان. منها اللقيمات والخبيص والبلاليط والعصيدة والبوبر والفاكهة، وأهمها هي الحلوى والعيدية. العيدية عاد الكل ينتظرها، ونحن إن شاء الله نسعد الجميع، وكل واحد كبير عاد ما يقصر يوزع العيديات، خمسات، عشرات، مئات، مئتينات، خمسمئات، آلاف، المهم يوزع عيدية ويسعد الأطفال الحلوين. بس بسألهم، أنتم مستانسين من مدفع الإفطار؟ ليش معصبين؟ زين، هدوا هدوا شوي، كل عام وأنتم بخير.
زين. العيدية خصوصا هي يعني كبيرة لدى الأطفال، حيث يقوم الأطفال بالتوجه إلى منازل الجيران. عاد اللي يروح للجيران واللي يروح للأصحاب واللي يروح عند الربع والأهل وبيت بيت وشقة شقة وكل مكان، بس عسب يأخذون العيدية ويدخلون الفرحة والسرور على قلوب هؤلاء الأطفال. طبعا الجو هنا حار، يعني حار ولا بارد يا جماعة؟ يا سلام، حار، الجو حار وايد، وإن شاء الله يبرد علينا وعلى قلوبكم جميعا مشاهدينا. يجب على الجميع شراء ملابس جديدة للعيد. اشتريتوا ملابس العيد؟ سلام عليكم، وأنا بعد إن شاء الله. زيارة القبور بعد صلاة العيد مع إطلالة عيد الفطر المبارك، تقبل النساء والفتيات على التزيين بوضع الحناء. عاد هذا الشيء اللي يتفننوا فيه الحريم، الله يحفظهم ويبارك فيهم، الحريم ما يقصرون. عاد الصالونات والأماكن التجميلية من ترسة، والشوارع مكتظة كلها من هذه الأمور، التزيين والحناء وغيرها من الأشياء الجميلة. تزينوا ما شاء الله عليكم، والله يبارك لكم عيدكم إن شاء الله. و أيضا عندنا برسومات مبهجة تدخل البهجة والسرور على النساء والفتيات. ننتقل الآن للفقرة الأخيرة بسرعة، فقرة الأسئلة. فقرة الأسئلة. سؤال الأول، أنا هاي الحين أنا ما محضر أسئلة، زين؟ أنا بختار عشوائي، زين؟ لا لا نزلوا يدكم، اتفقنا عشان ما نكنسل أوكي؟ خلونا نتفق بسرعة عشان الوقت، زين؟ خلوني أقدم شوي، خلوني أقدم. طبعا اليوم أحس نفسي أنا في حرب مشاهدينا. بسرعة بسرعة بسرعة، أنت هذه اخترت 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 اخترت. سؤال سريع، أنا شو اسمي؟ سمير منو؟ سمير البلوشي. قولي سمير البلوشي. سمير البلوشي. وأنتي صح، روحي بسرعة استلمي جائزة مقدمة من القيادة العامة لشرطة. نزلوا يدكم، نزلوا. زين نزلوا يدكم. لا حول ولا قوة. مشاهدينا نحن بنلغي الأسئلة اليوم، نحن راح نلغي فقرة الأسئلة، زين؟ إذا استمر الوضع على هذه الطريقة. نزلوا يدكم، زين؟ البنت أنت بس وسعوا شوي يمين وسعوا. اسمك من وين؟ حلا من سوريا. حلا من سوريا. حلا، السؤال يقول نحن مقبلين على عيد الفطر ولا عيد الأضحى؟ عيد الفطر. عيد الفطر، وكل عام وأنت بخير. قولي وأنت بخير. وأنت بخير. يلا روحي استلمي جائزة مقدمة من القيادة العامة لشرطة ألف الجيرة. زين زين، نزلوا يدكم. بروح. زين ما عليه، نزلوا يدكم. الحمد لله. ما عليه يا جماعة، ما عليه. مشاهدينا الكرام، نحن الحين متجهين شوي قدام شوي. خلوني وسعوا علي. تفضلي. انت اول مره. بسرعه. اسمك من وين؟ شام من سوريا. ما هي عاصمه الامارات؟ ابو ظبي. روحي استلمي جائزه بسرعه من عند بسرعه. زين الحين نختار واحد قديم، نختار شوف الكاميرا. إذا ما عليه اسكتوا شوي، هذا شرط. اسكتوا شوي خلاص. مشاهدينا الكرام، كنا نتمنى أن نوزع أسئلة وجوائز أكثر، كانت عندنا 6 جوائز لكن للأسف الوقت داهمنا. مشاهدينا نتمنى لكم صياما مقبولا وافطارا شهيا. نترككم مع مدفع الافطار، وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم. Hazırlar!